احنا كمان معانا على تليفون رؤى الطاهر السيد الحاصله على المركز الثاني في عالم ميداليه فضيه كاراتيه في ايطاليا. صباح الخير والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. عايزين نعرف منك بقى احساسك وانت حققتي البطوله دي، وكمان قدرتي ازاي تتغلبي على بعض التحديات اللي كانت بتواجهك اثناءها. طبعا كنت فرحانه جدا، والحمد لله ان ربنا بارك في تعبي، وطبعا قدرت اتغلب على الصعوبات والتحديات دي طبعا بمجهود ماما معايا والمدربين اللي وقفوا جنبي، وانا كنت تعبانه وكنت من ضغط التمرين طبعا كان احساس ضغط، ماما كانت واقفه جنبي والمنتخب والتمرين. يعني انت طبعا يعني مريتي بتحديات زي ما بتقولي كبيره جدا، بس كان داعم ليكي اهلك وكمان المدرب اللي معاكي، لكن قولي لي احساسك ايه لما حصلتي على الميداليه؟ كنت فرحانه، وان انا كنت تعبت قوي عشان اوصل للمركز ده، وان الحمد لله ربنا بارك في تعبي، وان انا قدرت ان انا ابقى بطله عالم في لسه في اول مرحله ليا واول بطوله ليا، فده طبعا حاجه انا فخوره بنفسي جدا. شكرا شكرا جزيلا رؤى، بطلة فريق الكاراتيه المحاصلة على المركز الثاني في إيطاليا فضية الكاراتيه. شكرا شكرا جزيلا، وألف ألف ألف مليون مبروك.